قامت به عناصر من تنظيم القاعده فجر هذا اليوم ضد اللواء 115 مدينه لودر بمحافظه ابين. هذه المدينه كانت في عام 2011 قد شهدت محاولات من تنظيم القاعده للتمدد هناك ومحاوله احتلالها الى جانب مدينه جعار والحوطه اللتين اعلنتهما القاعده اماره اسلاميه هناك. هناك تعاضد ما بين اللجان الشعبيه وقوات الجيش في اشيال هذا الهجوم حسب الموقع الرسمي لوزاره الدفاع اليمنيه. الذي أكد أيضا أن هناك أحد عناصر القاعدة قد قتل وهو يحمل الجنسية السعودية إلى جانب اعتقال شخصين آخرين من تنظيم القاعدة لم يكشف عن جنسيتهما ولا عن اسمهما. الموقع الرسمي أيضا نقل عن القائد اللواء العميد محمد عبد الله مقتل جنديين هما علي عوض ومحمد مفتاح وإصابة ثالث خلال التصدي لهذا الهجوم. يذكر أن محافظة أبين تشهد بين الحين والآخر عمليات تنظيم القاعدة، كما أن هناك طائرات من طيار أمريكية عادة ما تستهدف عناصر من تنظيم القاعدة في هذه المنطقة. نعم. نعم إيهاب، التطور السياسي، التغييرات التي نفذها الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، قالت وزير الداخلية، كذلك رئيس جهاز الأمن السياسي، تفاعل هذه التغييرات على أجهزة مهمة في الدولة في اليمن، وعلى أي أساس تمت؟ نعم، الفترة الماضية منذ أحداث التغيير التي حدثت في اليمن في عام 2011 شهدت اليمن حالة من الانفلات الأمنية الواسع. هناك اتهامات لبعض الأطراف التي هي حتى بعضها مشارك في هذه الحكومة أو مراكز النفوذ المحسوبة على النظام السابق باشتعال مثل هذه الحوادث الأمنية، لكن كان الوضع الأمني بحاجة إلى تغيير منظومة العمل الأمني بشكل عام. وتوقيت هذا التعبير ربما قد يثير أكثر من سؤال، لأنه هنا اليمن كان يستعد أو يترقب تعبير حكومي بموجب مخرجات الحوار الوطني، لكن هذا التعديل المحدود الذي شمل فقط إقالة وزير الداخلية ربما يكشف عن وجود تعقيدات ربما تعيق أو تؤخر هذا التعديل الحكومي المرتقب. في قراءتي الشخصية أن تغيير وزير الداخلية قد يسهم في إنعاش العمل الأمني، لكن أن يسيطر على العمل الانفلات الأمنية القائم بشكل عام هذا يحتاج إلى تغيير المنظومة الأمنية بشكل كامل، خصوصا مع وجود اختراقات كما يقال لهذه الأجهزة تتبع مراكز نفوذ هنا أو هناك. طيب هل هنالك أنباء ربما ترشح بأن الفترة القادمة ستشمل تغييرات أوسع في المؤسسة الأمنية لضبط الشارع اليمني، لضبط إيقاعه خاصة، ويمكن القول أن الرد على هذه التغييرات أتى سريعا في أبين؟ هذا صحيح إلى حد ما، بأن قد تفهم عملية أبين وحادثة أبين والهجوم على اللواء 115 بأنه رسالة لهذا الجزئية المحدود، لكن معلوم أن هناك خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تعكف الحكومة اليمنية، وربما قطعت شوط في هذا الجانب في إعدادها، لكنها ما زالت تتنفذ على الأرض، بما يكشف أن التعقيدات التي تحيط بتغيير أو تحسين العمل في المنظومة الأمنية بشكل عام ربما هو أكبر بكثير مما يحدث في هيكلة الجيش اليمني. الاختلالات الأمنية مردها كما يقول الكثير من المحللون إلى وجود أطراف حتى في هيكل السلطة القائمة حاليا ربما تسهم بشكل أو بآخر. نعم. هذا نعم إيهاب يبعث تساؤلات حول شخصية عبد الحسين الترب وزير الداخلية المعين، وكذلك حول اللواء جلال علي الرويشان الذي عين في جهاز الأمن السياسي، من هما؟ اللواء الرويشان جلال رويشان هو رجل أمني بامتياز ومن طراز رفيع، سبق له أن تقلد لدى مناصب عدة في هذا الأمن السياسي قبل أن يتحول إلى الأمن القومي، يعني معروف هذا الرجل بأنه رجل أمني من طراز رفيع. بالنسبة للواء الترب هو شخصية أمنية أيضا معروفة، وكان من القوى المحسوبة على قوى التغيير في اليمن، مؤيدا لثورة التغيير التي حدثت في عام 2011 وأطاحت وربما أدت إلى انتخاب الرئيس عبد الرب منصور هادي وزوال نظام الرئيس علي عبد الله صالح. هما رجلان متمرسان في العمل الأمني، لكن أقول دائما أن إنعاش العمل الأمني أو فرض السيطرة الأمنية على الانفلات القائم حاليا بحاجة إلى تعديل وتغيير وتحسين منظومة العمل الأمني في كل مفاصل المنظومة الأمنية. نعم إيهاب شوافي.